انتو اجيتوا لعندي لهون مشان تكتبوا كتابكن عندي، وبعد دراسة وضعكن ما لقينا شي بيمنع وما في حدا معارض. لهالسبب رح نكمل الإجراءات قدام الشهود الموجودين. رح جهز البيت ورح نتزوج ونعيش مع بعض طول عمرنا ونجيب بنات وصبيان. بدي ولاد كتير. آنس يا فاطمة كتنجي، وانت بإرادتك الكاملة وبدون أي ضغط عليكي، انت موافقة على الزواج من كريم أليغاز؟ آنسة فاطمة؟ موافقة. سيد كريم أليغاز، جيت لعندي بكامل إرادتك وما حدا ضغط عليك، هل تقبل الزواج من فاطمة كيتنجي؟ ايه بقبل. حسب صلاحياتي اللي منحوني إياها بعلنكم زوج وزوجة. إن شاء الله ألف مبروك. نحن شاكرين أفضالك. فاطمة، ألف مبروك. شو يعني صرت نظيفة هلا؟ شو هالحكي؟ راح العار اللي جبت لكم يا مرت أخي. هذا الحل الوحيد فاطمة، كان العار راح يلحقنا بس هلا ارتحنا. يعني أنت ضميرك مرتاح مرت أخي؟ شو لازمة هالحكي يا فاطمة؟ هذا كان أحسن حل إلنا وإلك. شو جايينا من الموضوع نحنا؟ تعال لمعي تعال. أمي فاطمة، فاطمة حبيبتي يلا. منيح انه لحقنا نخلص كل الاوراق بكير ونزوجكم، والا كنا رح نضطر ننام هون اليوم. شو هدول؟ تذاكر سفر بالطياره لتروحوا على اسطنبول. ولا شو السفر؟ خود مسيك وبلا ما تلعي كثير. انا ما بدي سافر. لا تطالع لي خلق بنت ايدك ومسيك بقى، هدول رح يضمنوا لك مستقبلك. لسه باقي كثير على موعد الطياره، بس خلونا نروح ونستنى بالمطار. الطياره؟ طياره شو؟ رايحين على اسطنبول. انا مالي متحرك من هون. لا رح تروح. بس هذا ما كان اتفاقنا. بس انا متذكر منيح على شو اتفقنا. لا تتهرب هلا. سويت اللي بدكم اياه، لا تتوقع مني اكثر من هيك. لك انا وعدته لرئيس المخفر، قلت له انكم رح تتزوجوا وتسافروا دغري مشان ما تعملوا مشاكل بالطيعه. انا وعدته لحضره المساعد، قلت له رايحين من هون. ماني متحركه من هون، عملت مثل ما قلتولي، بس مالي رايحه على اسطنبول. امشي قدامي. بعد اتركها، ما بدها تروح اختي، اتركها. لا تتدخل لمعي. انتو هيك رح تصعبوا علي الامور كتير وحياتكم بخطر وما حالكم تفهموا بقى. هالامور ما بتنحكى هيك على الواقف، خلونا نروح ناكل لقمه ونحكي. يلا تفضلوا. طيب يلا يلا تحركوا، حتى على الاكل بدكم تعترضوا؟ رح موت من جوعي انا. يلا يلا كريم يلا امشي.
تسلموا. ونحن تفاجئنا بالروح على اسطنبول، ما كنا محضرين حالنا لهالشي. فاطمة ما بدها تروح، اتركوها. لك شو انت ما بتفهم يعني؟ إذا ما راحوا رح يموتوا هون، شو ما سمعت شو قال حضرة المساعد؟ بدك اخلف وعدي لرئيس المخفر أنا؟ الزلمة عم بيحاول يهدي الوضع وعواض ما نساعدهم خرب له الدنيا. بس لو حملتوا حالكم وبعدتوا عن الضيعة بتحموا حالكم، والعالم بتحكي بالقصة شوي ومع النوع رح ينسوكم. ينسونا كليلك لقمة. اختي صار لك زمان ما اكلتي، كليلك لقمة، يلا كلي كرمالي. كنت رح موت من جوعي هلا لحسيت بهالشي. سيد منير، قديش بدها الطيارة لتوصل اسطنبول؟ يعني حوالي ساعة تقريبا، ما بتطول كتير. كل الضيعة عرفت بالقصة، الله أعلم شو عم يحكوا. أصحكن تحكوا شي لحدا، حتى لو سألوكن قولوا نحن ما بنعرف أي شي. معناتها منستعجل شوي، كله بسرعة وخلونا نقوم. إن شاء الله تكون دبرت لنا بيت نعيش فيه باسطنبول. تركي هالموضوع علي، رح جهز لكم كل شي. خلينا ننزل بشي أوتيل هلا، لبين ما تلاقي لنا شي بيت هني. ماشي لا تاكلي هم، بس خلينا نأمن على فاطمة وكريم بالأول وبعدين كل شي بينحل. ليك رح طالع لك باسبورت كريم. أصلاً ما بياخد أكتر من يوم واحد، وإنت لا تأكل هم أي شيء، أنا بساوي الإجراءات. شو باسبور ما باسبور؟ رح يسافر يعني؟ بده يسافر، هيك اتفقنا. وليش أنا ما عندي علم بالموضوع؟ لك ميسر، أنت شو دخلك بهيك أمور؟ هاي الجواز مؤقتة وبعدين كل واحد بروح بحاله. شو أنت بدك تخليها ملحوشة بخلقتي؟ إلا عيني، يعني رح ضلني حاملة همها؟ ما هيك اتفقنا سيد منير، فاطمة ما عاد حدا يقدر عليها، أحسن شي تروح مع جوزة. بكفي مرت أخي مشان الله، أنا ماني رايحة ولا لمحل، ما بكفي دمرتوا حياتي، شو بدكم مني؟ أخذتوا قراركم وأجبرتوني وافق عليه، لا بقى تطلبوا مني أي شي تاني، عملت اللي بدكم إياه، اتركوني بقى بحالي. قال رح يسافروا لبرات البلد، يعني رح تضلي لحالي؟ خليه انقلع، ما بدي منه شي، أنت بس تتركيني لحالي، بعرف شلون دبر راسي. ايه امي شوفي، واخيرا قدرت اوصل لك. انا اسف موبايلي كان مسكر. اي مريم الحكيمه، ما شو صار معكم؟ تزوجتوا؟ الو، صار اللي صار، شو فينا نساوي؟ أنا ما رح أسألك شو ناوي تعمل أو شو رح يصير، لأني مو حابة أعرف أي شي عنك أبداً من هون وطالع، عم تفهمني؟ طالما مشيت ورا بيت رجدان وقضيت على مستقبلك ومستقبلها معك، يعني شو مستني مني إلك بعد كل اللي صار؟